السلام عليكم ثلاث سنوات من إرث الجحيم الذي عاشته اليمن وتعيشه منذ وطأت تعجلات عربة الديناميت المدن والمؤسسات اليمنية وحولتها إلى أنقاض وتجاويف خاوية على جمهوريتها سقطت كل الشعارات الزائفة لميليشيا الانقلاب مثل أوراق التوت من الجرعة إلى مخرجات الحوار إلى تبني المطالب الشعبية من قبل جماعة تكوينها الفكري والسياسي على الضد من مصالح البلد او المصالح الشعبيه للاغلبيه اليمنيه لا بنك مركزي ولا موازنه عامه للدوله والاحتياطي النقدي الذي يقدر بمليارات الدولارات تم ابتلاعه وتخزينه في منازل المؤلفه سلالتهم من ذوي الدخل المنهوب ضرائب وجرعات جديده وتعويم للمشتقات النفطيه وفرض اتاوات على اليمنيين والمزارعين والفلاحين ورفع اسعار الغاز المنزلي، وبات الواقع اليمني في مناطق سيطره الانقلاب ظلمات بعضها فوق بعض، من نهب الموارد باسم المجهود الحربي الى وباء الكوليرا، وليس انتهاء بنهب الاغاثه. وبحسب متابعين ففي هذا اليوم تمر سيارات الميليشيا تحمل مكبرات الصوت في شوارع صنعاء وتدعو سكان المدينه الجريحه للاحتشاد غدا احتفالا بذكرى سقوط دولتهم. كمسلك من مسالك اللصوصية الواثقة من شرف جريمتها واحدة من النوادر التاريخية التي قد تصيب المرأة بالغاشية بهذه الدرجة من الاحتفال بذكرى الخراب والتي لا يزال الشعب يكتوي بها إلى اللحظة المساوي اليمني يستعرض الأعوام الثلاثة التي مرت ما الذي اقترفه الحوثيون بحق اليمنيين ويناقش ما الذي ينتظرهم بالمستقبل القريب نبدا النقاش بعد متابعة التقرير. ثلاثة مطالب واضحة محددة بين اسقاط الجرعة، اسقاط الحكومة الفاشلة. ثلاث سنوات منذ أعلن زعيم الحوثيين مبادئ ثورته الثلاثة. اسقاط الجرعة وإنهاء الفساد وتطبيق مخرجات الحوار. <applause> هل صدق الناس حينها أن الحوثي سينقذ البلد مما تعانيه؟ حسب خطاباته وشعاراته التي رفعها آنذاك وهل كان صادقا؟ ثلاث سنوات حملت الإجابة عن هذه الأسئلة وعرف اليمنيون ما طوته ثورة الحوثي وكان ثمن المعرفة فادحا ما أشبع شبي أسحق الدنيا كل نزل أقل عيال اليمن على واحد واحد نسوان ورجال وأطفال وغيره ثلاث سنوات خلفت أكثر من عشرة ألاف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى وأكثر من ثلاثة ملايين نازح وعشرين مليون جائع وبلدا مدمر الله أكبر الله. ثلاث سنوات منذ ثورة الحوثيين نهبوا خلالها الموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي المقدر بأكثر من ستة مليارات دولار وقاموا بتجريف مؤسسات الدولة وشغلوا كافة مناصب الدولة بتعيينات سلالية أصبحت السلالة بديلا للشعب والجماعة بديلا للدولة وغابت ملامح الحلم عن اليمنيين رفع ضريبة المبيعات على خدمات الهاتف السيار والدولي إلى 22% بدلا من 10% وخدمات الهاتف المحلي وخدمات الانترنت فرض الحوثيون إتاوات على التجار والفلاحين والمزارعين وفرضوا جرعات جديدة ناهيك عن تعويم المشتقات النفطية ورفع أسعار الغاز المنزلي ثلاثة أضعاف قيمته الغاز المنزلي من السوق ب 1500 ريال او في بعض المناطق باكثر من 2000 ريال ثلاث سنوات تبدو جرده حساب لمنظومه جرائم الميليشيا ظالمه وقاسيه بحق اليمنيين وهم يرون بلدهم يشهد انهيارا كليا للخدمات وتتسع فيه رقعه الفقر والبطاله وتنهش الامراض والاوبئه فيما الميليشيا تستحضر شعار الولاية لتكرس طغيانها هذه المرة بأحقاد الماضي وثوب الدين ومعاناة الملايين من اليمنيين جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية من مأرب الكاتب الأستاذ يحيى الثلاية أهلا بك أستاذ يحيى مساء الخير أخي حياكم الله أهلا وسهلا إذا أستاذ يحيى ثلاث سنوات من انقلاب الميليشيات على الدولة، دعنا نبدا بحصاد هذه السنوات الثلاث، ما الذي اقترفته بحق اليمنيين؟ أولاً مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدي قناة بلقيس الأعزاء. في هذه الليلة المشؤومة وفي هذا اليوم الأسود من تاريخ اليمنيين، يتذكر اليمنيون اليوم وبعد ثلاث سنوات من هذه الجائحة التي أصابت عاصمة اليمنيين وموطنهم الذي اجتمعوا فيه جميعا من كل المحافظات والنواحي والقرى صنعاء اليوم ادرك اليمنيون ان ما ارتكبته هذه الجماعه الغاشمه الاماميه الحقية التي كانت تزيف الحديث وتلبس غير ثوبها ادركوا حقيقتها واصبح اليوم كل اليمنيون كل اليمنيون شمالا وجنوبا يدركون من هي الامامه من دخل الى صنعاء في مثل هذه الليله قبل ثلاث سنوات هم الاماميون الجدد او فلول اخر فلول واذناب آه بيت حميد الدين والرسي ومن بينهم من الغزاة والأئمة الغزاة الذين دخلوا اليمن ما احدثه الحوثيون خلال سنوات آه خلال ثلاث سنوات من دخولهم صنعاء آه بالتاكيد اي كل المواطنين في اليمن آه يدركونه لم يتركوا شيئا جميلا لم لم يتركوا فرصه للعبث الا وعبثوا تنكروا لكل شيء ودمروا كل شيء، اصابت قذارتهم كل مؤسسات الدوله والمجتمع، قتلوا اليمنيين، خربوا ممتلكاتهم اضاعوا النظام، وأوقفوا المرتبات، نهبوا المال العام، كل شيء فعلوه لكن ذلك هو لم يكن إلى نسخه مخففه من الامامه التي حكمت اليمن او ظلت شوكه وعائقا يحول بين اليمنيين وبين دولتهم وحلمهم منذ وفدت في العام 284 هجريه. طيب يعني الحوثيون عندما دخلوا صنعاء كان هناك شعارات رفعوها الى اي مدى سقطت هذه الشعارات اثناء ما يعني جرب اليمنيون حكمهم عاشوا تحت وطاه هذا الحكم لثلاث سنوات متتاليه في الحقيقه هناك فرق بين بين من تعاملوا مع شعاراتها اشعارات الجماعه الحوثيه التي بررتها لاسقاط صنعاء، بالنسبه للنخب والقيادات السياسيه فلم يصدق دعاياتها الا كاذب ودجال مغرر على شعبنا، لا كل اليمنيين وكل العقلاء وكل ذي فطره سليمه يدرك من هي الامامه وان خطاب الحوثي كان زيفا سواء في صنعاء او في دماج او في عمران او في حجه او في الجوف او في اب او في كل مناطق اليمن كانت حروب الحوثي يتخذون هذا رائع وكاذبة ليس هناك أكذب من الحوثيين ومن الإماميين في تاريخ اليمن مطلقا وبالتالي لم يصدقهم من النخب والقيادات أو يسوقوا لمزاعمهم إلا إلا الدجالون المرتزقة بالنسبة للعوام من أبناء شعبنا والبسطاء المغفلين والبسطاء ذوي الوعي المحدود فبالتأكيد ربما صدقوا وهم وهؤلاء معذورين وخصوصا منهم الذين لم يعرفوا الامامه من قبل، اهلنا واحبتنا في جنوب الوطن وفي وسطه، هؤلاء لم يكونوا يعرفوا الامامه، اما الذين ضللوا لها خصوصا في العاصمه صنعاء وشمال العاصمه صنعاء فليسوا اكثر من مجرد دجالين، بالنسبه لاولئك الذين نالهم تزي او او صدقوا بحسن نيه زيف الامام زيف ما الامامه وهي تجتاح القرى والمدن اليمنيه، فقد كانت هذه الثلاثه سنوات كافيه لكشف هذه الحجبه التي ادعتها الامامه الغاشمه ولم يعد اليوم لديها ما تنادي به الى الولايه هذه الدعوه الرجعيه البائده. ماذا عن القوى الفتيه؟ مصطلح القوى الفتيه التي الذي ظهر في في تلك الفتره وكثير من المثقفين ممن يعني تصفهم انت باوصاف معينه هل ساهمت في ذلك الوقت في تسهيل مهمه الحوثيين في الدخول الى صنعاء؟ هناك إشكالية يجب أن نتعامل معها بوضوح وبمنطق منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة أعظم ثورات أحد أعظم ثورات التاريخ التي ولد فيها شعبنا من جديد مرت اليمن بتحديات مختلفة ف يعني انحرفت او لم تكتمل احلام الثوار الذين الاباء المؤسسون الذين قادوا الثوره وفجروها في 26 من سبتمبر حصلت هناك مصالحه في العام 70 حصلت هناك اختلالات جاءت الوحده اليمنيه للاسف الشديد لتفتح لهؤلاء اعداء اليمن والمتربصين به من السلاليين شمالا وجنوبا فرصه تاريخيه كنا قبل الوحده بيومين في شمال الوطن الذي كان تحكمه الامامه كنا نتغنى بالخطاب الجمهوري وبالنشيد الجمهوري وبالثوره وبسبتمبر وبعد وبعد يومين فقط من من تحقيق الوحده اليمنيه بتلك الطريقه المستعجله راينا ان هناك تحالفا بين الامامه السلاليه او السلاله ببطنيها الامامي الامامي وغير الامامي وبين العقفة الرجعية الحاقدة فرأينا رئيس الجمهورية علي عبد الله الصالح الذي أعلن أنه مجرد عبد عكفي في الأخير رئيسا للجمهورية ونائبه هو رئيس حكومته علي سالم البيض وحيدر العطاس من السلالة الهاشمية ووزير داخليته ما يحيى المتوكل هذه النقلة التي حققتها تحالف الإمامة والعقفة أو تحالف السلالة بمسميات أو بأخرى هي التي قادت البلاد إلى ما سرنا إليه الفساد الذي الذي أنجزه المخلوق طيلة حكمه وبالاخص انسداد الاوضاع التي مارسها بعد انتصاره في 94 وتاجيج الاوضاع في الجنوب وتهميش الذين انهزموا في حرب 94 كل ذلك سبب غليانا ثم كذا اتبعها بالتضييق على الحريات السياسيه واستهدف كل القوى السياسيه وبعدها جاءت ثوره 2011 وكان الانقسام التي شهدته المؤسسه الحكوميه والمجتمع اليمني نتيجه موقفه من ثوره 2011 كل تلك الاحداث شكلت قنطره يقفز عليها الاماميون المتربصون بتاريخ اليمن فوصلوا الى صنعاء، المهم القول كل القوى السياسيه بشكل او باخر وبدرجه او اقل شاركوا في التضليل على اليمنيين وعلى الوسطاء وخانوا أحلامهم حينما لم يقفوا موقفا حقيقيا من هذه الإمامة التي يعرفونها جيدا ويعرفون قبعها بغض النظر اليوم عن من من ضلل بكلمة أو من ضلل برأي أو بخذلان إلا أن الجميع كان مقصرا في تذكير الناس بسبتمبر وفي خطورة الإمامة وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه بالتأكيد أكبر المجرمين والمتورطين في هذه نعم. هو من سلم لهم سلاح الدولة ومؤسساتها من دماج ومن عمران ومن حوث وصولا إلى صنعاء في مثل هذه الليلة كان علي عبد الله الصالح يتصل بأحد أثناء الجماعة الحوثية ناصحا الحوثيين بأن يغلقوا مطار صنعاء ويغلقوا المنافذ البرية والبحرية وشاعت كلمة الشهيرة في اتصاله الذي سربت بعض القنوات مؤخرا بقوله مش حاربي ورقدي اليوم هؤلاء جميعا سواء علي عبد الصالح او من قبلهم من القوى السياسيه التي نعم. مارست بعض الزيف جنوا ثمرتهم واصبحوا يعيشون ثمره يعيشون جنايه فعلهم بحق اليمنيين. طيب يعني عندما نتحدث عن ان الجميع ساهم بذلك ربما يتحدث كثيرون على مسؤوليه الجهه التي لها في نهاية المطاف القرار وهي من تتحمل المسؤولية في ذلك الوقت باعتبارها حكومة شرعية في ذلك الوقت برأيك يعني من خلال التجربة التي مرت بعد ثلاثة سنوات هل تعلمت هذه الحكومة الشرعية والشرعية عموما من أخطاء التي وقعت فيها عندما سهلت لي أو تم بشكل أو بآخر حدوث تسليم لبعض المقار والمعسكرات وحتى اتفاق السلم والشراكه الذي وقع في وقت دخول الحوثيين الى داخل العاصمه صنعاء الى اخره هل تعلمت من كل تلك الاخطاء التي حدثت بالتاكيد كل الناس والطبيعه الانسانيه للناس ان يتعلموا من اخطائهم وان يراجعوا تاريخهم، اليوم ليس الوعي كما كان قبل ثلاثة اعوام بغض النظر عن هذا الطرف او ذاك او محاوله استخدام بعض النقد للمكايدة السياسيه في تغير الظروف، الا ان الجميع تعلم، حتى الامام انفسهم ادركوا كم شعبنا يمقتهم ويحقد عليهم، ما حصل خلال الثلاث سنوات الماضيه هو ان شعبنا اليمني قاطبه من اقصى الشمال الى ادنى الجنوب ومن اقصى الشرق الى ادنى الغرب عرفوا من هي الامامه لم يعد احد هناك اليوم الا ويعرف من هي الامامه ويعرف خطورتها وقبحها الجميع تعلم ان شاء الله يجب عليهم ان يستعدوا للعوده الى اليمن الذي كانوا يحلموا به وان يدركوا اهميه الجمهوريه، نحن اليمنيون بدون الجمهوريه لا شيء وما ما لم تنتزع الامه اليمنيه انياب واظافر الامامه وان تخرسها وتقتل فكره الامامه الى الابد وتجرم فكره الهاشميه السياسيه والسلاليه فلا فلن تستقر اليمني فلن يستقر اليمن قرار هذا امر على اليمنيين ان يدركوه وهناك نسبه واسعه ليست متوفره من قبل حتى ايام سبتمبر الاولى اصبحوا يدركون هذا الواقع الجديد. طيب يعني عندما نتحدث عن اسماء او او عن افكار كفكره الثوره وفكره مواجهه الامامه لربما كما تحدثت انت المواطن البسيط قد لا يلمسها بهذا الشكل الا عندما تاتي الى رزقه او الى لقمه عيشه كما يقال ويتاثر بها من مظاهر مثل ارتفاع اسعار الغاز المشتقات النفطيه اسعار المواد الغذائيه الى اخره عندما يعني كان الحوثيون على اطراف صنعاء سمعنا في التقرير حديث لعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين وهو يقول ان هناك مخاوف من بيع الجرعه ب 2000 ريال وما شابه الان الأوضاع في صنعاء والمحافظات القابعة تحت سيطرة الانقلابيين، هناك ارتفاع في أسعار هذه المشتقات النفطية، في أسعار اسطوانات الغاز إلى ألاف ريال إلى ألاف ريال إلى آخره. هذا الأمر ألا يوقعهم أمام من هم في دائرتهم أو في المواقع أو المحافظات اللي هم تحت سيطرتهم، ألا يوقعهم بنوع من يعني التناقض من نوع من الكشف امام امام الشعب عامه لا اعتقد ان الامامه تخشى ان تصاب بالحرج ولا ولا يهمها ان يكتشف الناس تناقضها هم كاذبون ويدركون انهم كاذبون وهم يدركون انهم حين تحدثوا عن الجرعه كانوا لا ليست هدفهم ولا غايتهم رخاء المواطن ولا عيشته ولا سعادته اما المواطن الذي كان الذي كان يصدق هذه الدعاوي فبالتاكيد لم من 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 حسن يعني من حسن صنيع جماعة الحوثيه انها لم تترك احدا الا واوصلت اليه قبحها واقنعته بخطورتها وكارثيتها على البلاد بالاقتصاد بالسياسه بالسلاح وبالاخلاق وبكل ما يمكن استخدامه من سيء وأسوأ استخدمت الحوثيه هذه الوسائل والفرص في اقناع اليمنيين كم انهم مبتلون بها ولا بد من مقاومتها طيب استاذ يحيى الان عندما يعني نشاهد بعض اللافتات التي ترفع في محافظه في العاصمه صنعاء المحتله من قبل الانقلابيين او في غيرها من المحافظات عندما يقولون ان التداول السلمي للسلطه الحوثيون مثلوا هذا التداول السلمي كأحد منجزات ثورتهم المزعومه الحفاظ على مؤسسات الدوله وتسليم الرواتب رغم ما يسمونه عدوانا مع التناقض الفاضح بالنسبه لما يجري على الارض. يعني هذا ما يعني ما هو التوصيف المناسب لهذا الفعل تحديدا؟ هم اساسا لا يؤمنون بتداول السلم من السلطه وبالتالي يعني في عنه زيف واهن من يؤمن بالولاية ومن يؤمن بأن علي بن أبي طالب أو الانتساب إليه أو الانتساب إلى رسول الله أو يؤمن بخرافة اسمها آل البيت فهذا لا يؤمن بتداول السلمين للسلطة ولا يؤمن بحكم الشعب هؤلاء لا يؤمنون إلا بأن تطالهم سيوف اليمنيين ماذا ماذا عن موضوع الحفاظ على مؤسسات الدوله؟ هل ابقوا مؤسسه للدوله حافظوا عليها؟ ام ان هناك لجان دخلت من قبل هذه الجماعه الى كل مؤسسه من مؤسسات الدوله وافرغتها من معناها، هل حافظوا على تسليم الرواتب للناس؟ كيف يعني يتم قبول هذا التناقض حتى في وضع هذه الشعارات؟ التناقض واضح لا احد يقبل به ولا احد يتغافل عنه او لم يدركه حتي اليوم كل اليمنيين يدركوا التناقض ان كنت تقول لما ان كنت تشير الي سبب الصمت فالامر كما نعلم جميعا اكبر من يعني اكبر من طاقه الابرياء والمدنيين العزل المسلحين الذين يفتقرون لكل لكل شيء ولم يعودوا يملكون الا انفاس حياتهم نحن امام جماعه قاشمه اذا كانت الدوله ومؤسساتها وسلاحها انهزمت يعني في ظل التخاذل الدولي وال يعني انهزمت امام هذه الجماعه القاشمه، واذا كان حليفها المخلوع صالح يعني يتلقى هذه النهايه المهينه والمذله فما فماذا يمكن ان ننتظره من يمنيين محاصرين في مدن هي أكبر هي اشبه بزنازين وسجون كبرى، طيب. لا مجال أما يعني سيتجمع غضب اليمنيين ويعبر عن شكل عن انفجاره في اكثر من من صوره، لن ربما لن يعني ننتظر منهم الخطاب السياسي الذي نرشده او لكن هذا واجب الحكومه الشرعيه وواجب الجيش الوطني وواجب اهلنا في التحالف العربي ان يسارعوا الى أن يعني أن يغتنموا لا يتأخروا دقيقة واحدة وأن يفرحوا بتقدم الدقيقة, الدقيقة الواحدة لتحرير العاصمة إلى المناطق المحررة وإنقاذ نعم. المناطق المحتلة ومن بقي من من أهلها تحت سيطرة الميليشيا لأن هؤلاء مظلومون وتحريرهم واجب إنساني على يعني يقع واجبه أولا على القيادة السياسية البلاد والعسكرية وعلى المجتمع الاقليمي والتحالف العربي وعلى العالم باكمله لان لم لا ليس هناك شعب في العالم يحاصر بالطريقه التي يحاصر بها الحوثيون طيب اهلنا في المناطق المحتله طيب انت تطرقت الى الى نقطه مهمه وهي الحديث عن المخلوع صالح في هذا السياق، الان عندما تحالفت الثوره المضاده لسبتمبر بشقها الامامي و يعني الثوره المضاده لفبراير المخلوع صالح و طريقة آلية تسليمه للمعسكرات التابعة للجيش في ذلك الوقت أين التقى مشروعي الثورة المضادة وأين اختلفوا؟ ربما كان الالتقاء في نقطة بين بقايا الإمام وبقايا النظام هو الالتقاء في مسألة الحقد والانتقام كان علي عبد الله صالح يحمل مشروع حقد وكان واهما منذ البدايه حين حين توهم ان بامكان غلمان بيت حميد الدين وخريجين المدارس الجديده الاماميه الجديده المتلوثه بالفكره الخمينية الثوريه كان واهما انهم ربما يعيدون الحكم لكن التقوا في مساله الحقد والانتقام والفجور في الخصومه بينما كان الحوثيون يملكون مشروعا اخر متربصا وهو العوده الى احلامهم السابقه ويدركون ان المخلوع صالح مجرد اداه وممسحه وقذره يستخدمونها وهو كان يظن انه سيتلاعب بالوقت واليوم المعركه كما تشهدها بينهم خرجت الى العلن ونحن بانتظار من من يبطش بالاخر لكننا نعتقد ان من مارس الخيانه بحق سبتمبر بعد ان زاد بحق سبتمبر المجيده بعد ان زاد عليها طويلا ليس امامه الا ان يتلقى نهايه مهينه ومذله. اشكرك الكاتب الاستاذ يحيى الثلايا كنت معنا بالصوت والصوره عبر الاقمار الصناعيه من مارب شكرا جزيلا لك مجددا. ينضم الينا الان مشاهدينا الكرام الباحث السياسي الاستاذ غائب حواس من القاهره اهلا بك استاذ غائب. يا مرحبا حياكم الله اذا استاذ غائب كيف يمكن الان تفسير من يشاهد مرور لسيارات تتبع الميليشيا ترفع مكبرات أو تحمل مكبرات الصوت وتدعو سكان العاصمة صنعاء للخروج غدا احتفالا بذكرى سقوط الدولة اليمنية بيد الانقلابيين بسم الله الرحمن الرحيم مسألة المكبرات ومسألة أهل الجزئيات والمفردات على الأرض هي لا تعد ان تكون مفردات لكن دعنا نضع الحدث هذا في اطاره التاريخي الصحيح منذ ان اسقطوا العاصمه صنعاء واذا اردنا ان نضعها في اطارها فكلمه انقلاب وانقلابيين هذه انا اعتبرها كلمه ما يسمى كلمه الدلع لهذه العصابات لان الحقيقه انهم ليسوا مجرد انقلابيين من داخل الوعاء الجمهوري ولكنهم وليسوا مجرد خصم سياسي ولا طرف سياسي ولا طرف ثوري هم من خارج الوعاء الوطني ومن خارج الحاضنه الوطنيه ومن خارج الكرامه الوطنيه انها لا تقوم لهم قائمه الا على انقاض وطننا وشعبنا وتاريخنا آه الخلاف معهم ليس سياسيا بل هو خلاف سيادي انهم ليسوا كبقيه الاطراف التي تختلف او تتفق ولكن على ارضيه اليمن الجمهوري هؤلاء هم اعداء اليمن الجمهوري من خارجه ليسوا في داخل اليمن الجمهوري حتى نتحدث عنهم انهم حتى انقلابيون من داخل ارضيه من داخل الاطار الجمهوري آه هؤلاء لديهم مشروعهم وإذا أردنا أن أن نتعامل معهم بالشكل الصحيح فعلينا أن نتجاوز المسميات الفرعية سواء الانقلابية أو الحوارية أو ما إلى ذلك من من الاستخدام والتعاطي مع هذه مع هذه السلالة ومشروعها السلالي العنصري مساله المنادات بمكبرات الصوت هو نوع من الترهيب يزاولونه ونحن في صعده في محافظه صعده عرفنا كيف يتعاملون انهم يسوقون الناس بالاجبار، انهم يذهبون الى اهل المحلات ويستقطعون منهم بالاجبار قيمه النقل، انهم ياخذون سيارات كل من لديه سياره ليحملوا عليها الناس، انهم يخصمون ايا كان المرتبات حتى قبل دخول صنعاء كانوا يخصمون المرتبات على المم... على المعلمين وعلى الموظفين انهم يحشدون الابناء بدون علم الاباء انهم ياخذون ما يشبه الرهائن من ادوات واشخاص وابناء وافراد ومرتبات هذا آه معلوم ما يمارسونه على الناس في الحارات في القرى في الارياف في المدن في القصبات في كل مكان آه هذه مفردات لكن الذي يهمنا ويعنينا الان هو مساله الفرز الجمهوري في مقابل الفرز الامامي الذي بدا يحقق ذاته. يعني اذا يعني اسقاطا من من هذا الطرح اتساءل اين يعني تركز تركزت ابرز جرائم الانقلابيين بحق اليمنيين، هناك من يتحدثون ان الجريمه الاكبر كانت سياسيه، هناك من يتحدث عن اقتصاديه، انا افهم منك ان الجريمه بعدها اكثر من ذلك. الجريمة، آه الجريمة هذه آه التي ربما تشارك فيها الناس جميعا وهي السماح لهذا الوجه الكالح من العنصرية التي تحاول ان تكون مسلحة، عنصرية تستخدم الارهاب يعني تجمع كل كل المتناقضات مع القيم التي وصل العالم الى ادانتها العنصرية التي ادانها العالم وقيم المساواة التي وصل إليها العالم وأجمع وأصبحت قيما مشتركة عادوا اليوم ينقلبون عليها إنهم ليسوا مجرد انقلاب على سلطة هذه كما يتوهم أصحاب هذا الطرح ولا على ما يسمى مخرجات الحوار أو على الحياة السياسية إنه انقلاب على قيم عالمية مشتركة على قيم إنسانية العنصرية في مقابل المساواة واللاهوت في مقابل العقل والمعقول، والكهنوت في مقابل في مقابل الحداثه والمدنيه التي يكذبون ويتكذبون بالتشدق بها. هؤلاء اتوا بمشروع العنصري واستخدموا الارهاب فاتوا بمشروع لا شرعيه له واستخدموا ادوات وهي القمع والارهاب والسرقات والسرقه بالاكراه بشكل جماعي على الشعب مارسوها، يعني المشروع غير مشروع، المشروع لا مشروعيه له ولا مشروعيه لمن يتشارك او يتعاون او يتعاطى معه ايجابيا، مشروعهم هو مشروع عنصري تدميري تدميري للذاكره اليمنيه، تدميري للانسان اليمني استلابي للتاريخ اليمني للذاكرة الشعبية الوطنية وحتى للكرامة الإنسانية الجمعية للشعب اليمني هؤلاء لا يمكن أبدا أن تقوم لهم قائمة وهم يدركون ذلك إلا وهم في حالة التمترس والسلاح السلاح وكذلك في حالة تمزيق المجتمع اليمني كنسيج اجتماعي وكأطراف سياسية وكذلك لا. هم يستغلون يستغلون مداخلا سواء التشققات في الجدار الوطني وتحويل الخلاف السياسي مثلا الذي كان طارئا بين السلطه والمعارضه الى حاله اقتتال عندئذ يبرز مشروعهم في البداية يدفعون مع الـ مع الـ مع, الـ مع اي شراك شعبي حتى يسقطون النظام ثم بعد ذلك يتحالفون مع فلول النظام لانهم يدركون ان فعل قوه الدوله دائما وابدا تكون في مخازن وفي مستودعات النظام وهكذا تراهم مثل من ياتي من الريف اتوا من نعم. الريف كجماعه مسلحه مثل من ياتي من الريف تاتي على على سياره خاصه شاط لان لها لانها لها قدره على تجاوز خطوط الارياف والمناطق الجبليه ثم بعد ذلك يستقلون فوق الاسفلت يستقلون التكس ثم بعد ذلك يقولون وصلنا المطار وهكذا لذلك تراهم لا. مثلا امتطوا جماعات امتطوا شركات شعبيه واشخاص ثم استغنوا عنها وحولوها الى اعداء وهكذا لا يمكن ابدا لهذا المشروع الخبيث المخبث أن يحقق ذاته إلا بإلغاء الآخرين وتدمير الآخرين وتدمير الخير في البلاد أشكرك أستاذ غايب حواس الباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام أرحب بمن ينضم إلينا الآن أستاذ خالد لبود الناشط السياسي الذي ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من عدن أهلا وسهلا بك أستاذ خالد أهلا وسهلا وأسعد الله مساكم ومساء المشاهدين جميعا حياكم الله اذا استاذ خالد انت الان في عدن كيف تمر هذه الذكرى بالنسبه لليمنيين في العاصمه المؤقته بعد ثلاثه اعوام من اليوم الذي بدات فيه شراره سقوط الدوله بهذا الشكل المفجع والمحزن بالنسبه لليمنيين جميعا طبعا تمثل هذا اليوم ذكرى ماساه على كل اليمنيين ذكرى آه الالتفاف على اسقاط مشروع الجمهوريه آه المشروع الذي بدا من 26 سبتمبر 62 آه مرورا ب 14 اكتوبر 63 و 30 نوفمبر 67 آه جاءت حركه انقلابيه تحاول الالتفاف على على كل هذا لتصنع مشروعها الخاص آه هذا هذا الموضوع كانت له اثار طبعا في 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 عدن كما كانت له اثار في كل المحافظات الاخرى بدات حاله رفض حينها ربما بدرجات مختلفه كما كانت في كل المحافظات كان هناك حالات من الشعور الازدواجي الذي يخلط بين الموقف من الحركه والموقف من الانقلاب اليوم ما, ما نعاني مشكلتنا اليوم هي مشكله ليست مع الحركه الحوثيه كحركه حوثيه كحركه سياسيه اذا اذا حاولت ان تكون حركه سياسيه وان تشارك في العمل السياسي ولكن المشكله هي مع الحدث نفسه مع الانقلاب الحدث الذي حاولت من من خلاله ان ان تتجاوز العمل السلمي العمل السياسي لتصنع حدث جديد بأداه مرفوضه طيب هذا يدفعني للتساؤل استاذ استاذ آه. خالد يعني هناك بعض الناشطين في السياسيين عموما كان لديهم نوع من الترحيب بما قام به الحوثيون نكايه باطراف سياسيه اخرى الى ان جاء الحوثيون الى المناطق والمحافظات الجنوبيه وذاق اليمنيون في هذه المحافظات من من الصلف ومن هذه القدره التدميريه لدى الحوثيين وعدم اعترافهم باي يعني قيم او او حتى يعني مبادئ فيما يتعلق ب حتى الحرب نفسها الان هل تغيرت وجهه النظر هذه هل بات لدي لديهم قناعه بالنسبه اولئك الناشطين ان لا يمكن يعني قبول الاعتماد على جماعه خارج نطاق التاريخ لتحقيق اهداف سياسيه او نكايه سياسيه معينه اولا اسمح لي ان ارفض الـ طريقه السؤال في توجيه الاتهام باتجاه الجنوب فقط ما حدث يوم 21 سبتمبر كان انشقاق افقي وراسي في كل القوى السياسيه وكل مفاصل الدوله بدون استثناء تحدثنا عن ذلك تحدثنا عن ذلك انا استغله انك تتحدث من عدن اللعن. اوكي نعم ايوه انا اتكلم من عدن بس الحدث هذا لم يكن صحيح. لم يكن الترحيب بالانقلاب خاص في منطقة معينة قلت لك أنا كان هناك خلط بين الحركة كحركة سياسية كان ينظر إليها لفترة طويلة أنها تتعرض لظلم معين في صعدة وبين حادثة حادثة الانقلاب نفسه هذا هذا اللبس لم يكن في عدن فقط بل في كل المحافظات بل نتذكر أن يوم 21 سبتمبر كل القوى السياسيه بدون استثناء بما فيها القوى التي التي اعتبر نفسها انها كانت الهدف الرئيسي للانقلاب، كلها شاركت في التوقيع على السلم والشراكه، وهذا مم. كان صحيح. حاله تماهي علنيه مع 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 الانقلاب آه بدرجه او باخرى طبعا، وكان وكان هناك حاله آه انشقاق افقيه في, في في داخل الشعب في آه تبين ان الناس آه انقسموا الى قسمين سواء في الجنوب او في الشمال او في كل منهم من يرى ان الحركه الحوثيه هذه ربما تكون وسيله لتغيير معين، ومنهم من لا ينظر اليها الا كانقلاب، ومنهم من يتحفظ حول موقفها، كانت تتبنى شعارات سببت نوع من الارباك عند الكثيرين. هذا 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 الموضوع لا يمكن لا يمكن فصله عن 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 الانقلاب، يعني لا يمكن فصله عن موقف القوى السياسيه، القوى السياسيه كلها الى الى حد كبير كانت برغم رفضها غير المعلن للانقلاب الا انها كلها تماهت مع الانقلاب بدرجه او باخرى طيب سواء ماذا عن بعد السياسية الان مع التجربه معين هذه او للحسابات الخاصه ماذا عن التجربه الان بعد ثلاث سنوات هل عقلت هل باتت يعني تدرك ابعاد ومخاطر يعني الانجرار وراء النكايه السياسيه او اي يعني مسمى يمكن تسميه ما جرى خلال الأيام التي سبقت الواحد الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 عندما نحاول أن نتابع مواقف القوى السياسية كلها وموقف ومواقف الكتاب ومواقف كثيرين الذين حاولوا في تلك الفترة أن يبرروا اجتياح صنعاء بأنه ربما يكون محاولة لفرض مخرجات الحوار حسب الأشعارات التي كانت ترفع بأنه محاولة لإصلاح وضع بأنه هؤلاء كثير منهم طالهم الظلم من 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 الحركة هذه وهو ما أدى إلى تغيير مواقفهم بشكل كبير ما ما نحب أن 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 نضع عليه خطين هو موقف القوى السياسية نفسها هذه القوى السياسية التي حاولت ليس فقط التماهي في من خلال توقيع السلم المشاركة ولكن المشاركة في مفاوضات كانت تتم في موفمبيك لاحقاً ونتذكر السيد جمال بن عمر قبل عند بدء التدخل الخليجي في اليمن اعلن بانه كان هنالك كنا على بعد خطوات من 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 توقيع اتفاق. هذا الاتفاق كانت مشاركه فيه تقريبا كل القوى السياسيه. فطبعا مع مع التحفظ الشديد انه الانقلاب قامت به الحركه الحوثيه ولكن هذا لا يبرر بقيه القوى السياسيه انها كانت مشاركه متماهيه متساهله مع هذا الحدث. اليوم عندما شعرت بانها لا يمكن ان أن تسيطر على الحركة الحوثية وأن تكون هي من من يوجهها أو من يقود سياستها أصبحت كلها تنظر إلى الحركة الحوثية بعين العداء هذا هذا الموقف لو كانت كلها احتفظت به قبل ليس قبل 21 سبتمبر بل قبل هذا بفترة طويلة لما كان لما كنا وصلنا إلى إلى يوم 21 سبتمبر والانقلاب الذي حدث فيه فنحن نرى أن الانقلاب لم يبدأ يوم 21 سبتمبر ما حدث يوم 21 سبتمبر كان تتويج للانقلاب الانقلاب بدا مبكر بدا من من اغتيال الدكتور احمد شرف الدين 25 يناير 2014 من محاوله الالتفاف التي قامت بها كثير من القوى لتجاوز وثيقه الضمانات التي كانت مرفقه مع وثيقه مخرجات الحوار الوطني التي تؤسس لما يسمى بالدوله الضامنه تضع الحد الادنى من الارض التي يقف عليها الجميع بدرجات بدرجه ما من التساوي <applause> آه الالتفاف على هذه الوثيقه كان واحد من الاسباب التي جعلت كثير من القوات تتحفظ في موقفها طبعا هذا لا يبرئها آه من السكوت عن الانقلاب آه ما حدث خلال الفتره من من يناير آه 2014 الى آه سبتمبر 2014 تتحمل تتحمل آه نتائجه كل القوى السياسيه التي كانت موجوده في السلطه حينها التي تتمثل في اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام ما حدث من 21 سبتمبر و... ولاحقا يتحمل مسؤوليتها الاولى الانقلاب ثم نفس القوى التي شاركت معه في التوقيع على اتفاق السلم والشراكه والتي شاركت معه في مفاوضات فندق موزمبيق وغير ذلك طيب كل هذه القوى ساهمت في نعم يعني طبعا. التركه الان التي يعني ابقاها الانقلابيون الان باعتبار فعل الانقلاب هو الذي يهاجم الان في هذه الحلقه وما تم في خلال ثلاث سنوات من 21 سبتمبر الى الان كفتره بات الانقلابيون هم المسيطرون على بعض المناطق ثم توسعوا ثم عادت السيطره لتكون محدوده بمناطق معينه. الآن بالنسبة لليمنيين كان هناك مخزون من احتياط النقدي من العملة الصعبة هذا المخزون المخزون الاحتياطي تبخر بالنسبة لليمنيين كان هناك بنك مركزي كل المقدرات التي دفعها اليمنيون في ذلك الوقت ذهبت لصالح المجهود الحربي الحربي للانقلابيين هناك الكثير من الموارد التي تذهب إليهم الآن هناك رفع للضرائب في المناطق الخاضعة لسيطرتهم هذه الفاتورة التي تكبر كل يوما بعد آخر متى يمكن ان تنتهي؟ كيف يمكن الخروج من هذا الوضع الذي يعني يعاني منه جميع اليمنيون بلا استثناء؟ آه، هذا اللـ 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 النقاط التي تحدثت عنها يا عزيزي هي عباره عن اصداء للانقلاب آه من الطبيعي جدا ان الانقلاب تكون له تبعات يحاول الحفاظ على نفسه يحافظ الحفاظ على سلطته يحاول وان يكون هذا الحفاظ من خلال الاستثمار كل ما يمكن ان ان تطاله يده يحاول الاستفاده ولو نتذكر انه بدا الاستفاده من من الصناديق التي كانت موجوده في صنعاء والتي كانت توفر لها ميزانيه غير آه ربما غير خاضعه لكثير من الـ من, الـ من الرقابه آه ثم الاستفاده من حسابات اخرى ثم الاستفاده ثم واخرها كان تعويم النفط ومحاوله الاستفاده من فارق الاسعار وحاليا الاستفاده من اسعار الغاز والنفط الذي نعلم انه يشترى من مأرب باقل من ربع القيمه التي يباع فيها في صنعاء آه هذه كلها سلوكيات مرادفه للانقلاب آه احنّا عندما نحاول أن نقيّم وضعنا اليوم، نحاول أن نقيّم المشكلة الرئيسية هي الانقلاب. اليوم يجب أن يتم الحديث عن ليس فقط محاربة الانقلاب، ولكن محاربة الظروف التي أدت إلى الانقلاب بحيث ألا يسمح أن أن يكون هناك فرصة لانقلاب آخر. اليوم كثير من القوات ترى أن ربما ليست القوى اللي اليوم في طرف الشرعية، لا نريد أن أن أحد بأي بأي صفة، ولكن نقول أنه ربما تكون هناك قوى أخرى، قوى وليدة، قوى جديدة. تنظر الى ان بامكانها ان تصل الى السلطه مثل ما وصل الحوثيون عبر الانقلاب عبر اي اي خطوات مستقبليه لهذا يجب ان نتفادى هذا الـ ان يكون محاربه الانقلاب ليس بمواجهه الانقلاب اليوم ولكن بمواجهه حتى الاسباب التي ادت الى الانقلاب الحديث عن دوله الشراكه الحديث عن الشراكه في في السلطه في في الثروه والسلطه الحديث عن مخرجات الحوار الوطني التي يتحدث الجميع بها ولا يسعى اي طرف سواء الحوثيين الذين دخلوا صنعاء تحت ذريعه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني او حتى مع الاسف طرف الشرعيه الذي يتحدث عن استعاده الدوله لا لا يسعى الى تكريس او اظهار او ممارسه ممارسه عمليه للتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في المنطقة التي تخضع على سيطرته لهذا فان فان فاننا نخشى ان ان استمرار الوضع بهذا الشكل قد يؤدي الى ان ينظر المجتمع الدولي الى ان السلطتين في صنعاء وفي عدن ربما لا تختلف عن بعضهما الا في في بمقدار بسيط جدا وهذا الموضوع سيضر سيضر جدا بطرف الشرعيه فطرف صنعاء طرف انقلابي متفقين انه طرف انقلابي وانه ربما لا يفرق معه كثير من 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 التفصيلات ومن ضمنها الموقف الدولي ولكن طرف لا. السلطه الشرعيه في عدن طبعا لا نريد ان نقول في الرياض نريد ان نقول في عدن ونتمنى ان تكون هناك فرصه لتواجدهم جميعا في عدن. طرف الشرعيه في عدن يجب ان يحرص ان ان يظهر امام العالم بانه فعلا يمثل الشرعيه يمثل يمثل المواطن اليمني عندما نقول يمثل المواطن اليمني فنحن نتحدث عن المواطن اليمني في عدن في صنعاء في صعده في في حضرموت في المهره في في كل المناطق اليمنيه التعامل بانتقائيه كما أن نرفضه من الحركه الحوثيه فاننا نرفضه ايضا من من السلطه الشرعيه طيب آه الحديث عن موضوع الرواتب جميل مسؤولية الشرعيه اكثر من ما هي مسؤوليه الانقلاب جميل هذا يدفعني للتساؤل حول المزاج الشعبي الان حول الـ الـ يعني التعامل الشعبي لما يجري في البلد خلال هذه الاعوام الثلاثه ولكيفيه الخلاص من هذا الوضع برايك ما الذي يريده اليمنيون طيب خلينا ارجعك مره ثانيه للخلف الى يوم 20 سبتمبر 21 سبتمبر في يوم 20 سبتمبر طبعا صنعاء عمليا سقطت يوم 19 سبتمبر يوم اجتياح الفرقه ويوم يوم يوم 20 سبتمبر كان هناك في صنعاء وفي كل المحافظات حاله هدوء غريبه جدا حاله رفض مجتمعي للحدث الموجود في صنعاء ولكن لم لم تتبنى اي نخبه محاوله اظهار هذا هذا الرفض بشكل بشكل علني ظلت التفاعلات الشعبيه بحدودها الدنيا. ما حدث لاحقا بعد توقيع اتفاق السلم المشتركه وبعد الحديث عن كما تحدثنا سابقا عن التماهي من قبل القوى السياسيه بدات بدا المجتمع والحاله الشعبيه تتغير نوعا ما بدات تتقبل الوضع اذا كانت احنا نعلم جميعا بان من من يقود الشارع هو النخبه السياسيه وليس العكس النخبه السياسيه لا تخضع للشارع ولكن الشارع هو من يخضع لسياسات النخبه 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 هي من تضع الخطوط العريضه هي من 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 تضع المحددات لاداره حركه الشارع عندما يرى الشارع ان النخبه السياسيه لا تنظر الى 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 الانقلاب بذلك بتلك الدرجه من العداء من الطبيعي ان يتعامل المواطن بنفس الدرجه تقريبا فكان هناك حاله من الرفض بدأت بالانخفاض تدريجيا إلى مرحلة ما بعد مغادرة الرئيس عبد الربو منصور من صنعاء إلى عدن بدأ الرفض يعود مرة أخرى بسبب رفض النخبة السياسية رفض القيادة التي تمثلت السيد الرئيس آه موضوع الانقلاب فبدأت الناس تلتف مرة أخرى تبحث عن الناس تبحث عن المنقذ ولكن عندما تنظر إلى أن النخبة أو إلى أن القيادة السياسية تتخلى لا. عن الشعب من الطبيعي جدا ان ان يتقبل الشعب الوضع الموجود ويتعامل بامر واقع الشعب نعم. كما اشرت انت سابقا في حديثك مع ان الشعب يبحث عن ادنى محددات الحياه التي التي يحتاجها أشكر. من يوفر هذه هذه الاحتياجات سوف يتعامل معه بكل هدوء اذا القوى السياسيه تعاملت بتماهي مع الحركه الحوثيه او مع اي انقلاب نعم فان الشعب سيتعامل بنفس الدرجه لهذا فان الموقف مطلوب من القوى السياسيه وليس من الشعب أشكرك أستاذ خالد اللبود الناشط السياسي كنت معنا عبر الصوت والصورة عبر أقمار الصناعية من عدن شكرا جزيلا لك كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة إلى اللقاء